السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. حاليا احنا متواجدين في مكتب مبيعات شركة بايسال للإنشاءات. عندنا اليوم مشروع بايسال ريزيدنس. المشروع عبارة عن 9 أبراج فيها 550 وحدة سكنية مختلفة المساحات، من غرفة وصالة إلى 4 غرف صالة بالإضافة إلى الدوبلكسات. تعالوا مع بعض أديكم تفاصيل أكثر على المكت. زي ما انتم شايفين عندنا 9 أبراج سكنية، إجمالي عدد الوحدات السكنية 550 وحدة سكنية. الشقق الشاغرة حاليا عندنا شقق شاغرة غرفة وصالة موجودة في البلوك A وفي البلوك E، بالإضافة إلى غرفتين وصالة موجودة في البلوك L والبلوك E. عندنا 4 غرف صالة في البلوك B، وأيضا باقي البلوكات 3 غرف وصالة. البناية هذه البلاية A تم الانتهاء منها، والبلوك L مع البلوك هذا تم الانتهاء خلال تقريبا شهرين تم التسليم. البلوكات الثانية مع الخدمات تقريبا خلال سنتين تم التسليم. الخدمات المشتركة اللي موجودة في المجمع عندنا محلات تجارية، عندنا ملاعب رياضية، ملاعب أطفال بالإضافة إلى مسبح مغلق، عندنا جلسات عائلية، مساحات خضراء بالإضافة إلى مسطحات مائية نوافير، وعندنا بوابة إلكترونية أيضا وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى أنه شارع رئيسي أطراف المجمع. والحاجة المميزة أيضا أنها في منطقة مركزية تعتبر أنها قريبة من ميدان طرابزون. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع شقة غرفتين وصالة مساحة 100 متر مربع. تفضلوا معنا. وصلنا الدور الثامن، شقة غرفتين وصالة مساحة 100 متر مربع. مدخل الشقة من هنا زي ما انتم شايفين. يسارنا على طول عندنا دورة المياه الأولى التابعة للشقة، وانتم بكرامة. وحاليا أنا متواجد في الصالة. الصالة مساحتها زي ما انتم شايفين تقريبا 35 متر مربع. والشيء المميز موجود الغاز الطبيعي واصل للشقة. إطلالة الصالة زي ما انتم شايفين إطلالة رائعة جدا وجميلة على البحر. يعني عندنا إطلالة طبيعة أيضا، بس الحاجة المميز إطلالة البحر. منها نتوجه إلى البلكونة. تفضلوا معنا. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. مساحة البلكونة تقريبا نقدر نقول 3×3.5، وطلالتها الرائعة زي الصالة وأحلى أيضا على البحر. إطلالة خيالية جميلة وخرافية. من البلكونة نتوجه إلى المطبخ. تفضلوا معنا. زي ما شايفين الدواليب راكبة وجاهزة، نوعية فاخرة جدا من الخشب. ومنها نتوجه إلى تفاصيل باقي الغرفة. تعالوا يسارنا هنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، فكذا يكون عندنا دورتين مياه وانتم بكرامة، دورة مياه رئيسية ودورة مياه عربي. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الأولى. شوفوا مع بعض مساحة الغرفة جيدة، نقدر نقول تقريبا 3×4 مساحتها جيدة، وطلالتها على الطبيعة أيضا. ومنها نتوجه إلى غرفة الماستر. مساحة غرفة الماستر نقدر نقول 4×4.5 مساحتها جيدة، وطلالة غرفة النوم الرئيسية طلالتها من الجنب على الطبيعة، شيء جميل ورائع. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار كاملة موجودة في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.